كان لهذه الصرخة أن تكون لحياة جديدة كبقية الأطفال، إلا أن الوضع في غزة مختلف، فالأطفال هنا يصرخون ألماً وجوعاً. مفيش يعني غذاء يعني إلا يعني للبنت، لا في توفير ولا في حليب، كل شيء يعني مفيش ولا حليب ولا بنبز ولا إشي. يعني البنت عايشة على الأكسجين، يعني لو انقطع الأكسجين عنها يعني احتمال أفقدها يعني هالبنت يعني. ورغم هذا فهؤلاء ربما باتوا أفضل حظاً من أقرانهم في نفس الحضانة، إذ أعلنت إدارة مستشفى كمال عدوان في شمال غزة وفاة 15 طفلاً بسبب سوء التغذية. شمال غزة التي سبق وأعلنت الأمم المتحدة احتمالية إعلانها منطقة مجاعة، عاش أطفالها الخدج سوء التغذية من قبل حتى ولادتهم، إذ أن الأمهات الحوامل عانين الكثير في ظل وضع إنساني متدهور للغاية. ابني في العناية المركزة من 5 أيام يعاني من سوء تغذية، سوء تغذية من قبل ما ينولد، سوء تغذية بعد ما ينولد. كيف قبل ما ينولد؟ نتيجة إنه فيش إشي تأكله الأم عشان تقدر تعطي الجنين، وبعد ما ينولد إشي تأخذه الأم عشان تعطيه لما ترضعه. وصبح في حالتين توفوا قدام عيني، والله أعلم ابنه وقتش يكون أصلا، وقتش أربنا اللي بلطف فينا وفي ابنه. أما عن فرص بقاء هؤلاء الأطفال على قيد الحياة فيبدو أنها ليست كبيرة، إذ أنه لا يوجد في شمال غزة الآن سوى مستشفى واحد فقط يستطيع استقبال الأطفال المرضى، الوحيد الذي يقدم هذه الخدمة في شمال غزة ومدينة غزة بالكامل. يعني إحنا بنغطي تقريبا 700,000 نسمة موجودة في غزة، مدينة غزة وشمال غزة. أجسادهم الصغيرة تلك لم تعد تتحمل هذا الحرمان من أبسط سبل الحياة التي سلبت منهم قبل أن يعيشوها.